شارك سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي في الاجتماع الذي ضم كل من سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والسيد جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي، والسيدة ساحي هينغبي رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، والذي عقد اليوم عبر الاتصال المرئي بشأن التعاون والتنسيق بعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك. وصدر عن الاجتماع بيان أعرب فيه المشاركون عن تطلعهم إلى زيادة تعميق التقدم المحرز منذ توقيع الاتفاق الإبراهيمي، أوضح بأنه تم مناقشة شراكات جديدة وواعدة في المنطقة، ومن ضمنها مجموعة I2U2 التي تضم دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الهند ودولة إسرائيل، والتي تستفيد من الابتكار التكنولوجي لمعالجة أزمة الأمن الغذائي. كما جرى مناقشة شراكات جديدة واعدة في المنطقة، ومن ضمنها مجموعة I2U2 والتي تستفيد من الابتكار التكنولوجي لمعالجة أزمة الأمن الغذائي. وتناول الاجتماع أيضا مجموعات عمل منتدى النقب، والتي جمعت مؤخرا خبراء من 6 دول في أبوظبي لتعزيز التعاون في مجالات الأمن الغذائي وتكنولوجيا المياه والطاقة النظيفة والسياحة والأمن الإقليمي والرعاية الصحية والتعليم والتعايش. كما ركز الاجتماع بشكل خاص على أزمة المناخ، ورحبوا باستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة للدورة 28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، والتي ستعقد أواخر العام الجاري.